أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير. عشاق الكرة المغربية، الكرة العريقة في شمال القارة الإفريقية، الدوري المغربي أو البطولة المغربية كما تسمى، بطولة ساخنة مثيرة قوية في كل موسم، وهذا الموسم تزداد سخونة بكل تأكيد. اليوم يسعدني أن أكون معكم وما أحداث هذه المباراة، المباراة التي تجمع بين فريقي أولمبيك أسفي وطبعا ضيفه القادم من العاصمة الاقتصادية فريق الرجاء البيضاوي، عبد الإله الحفيظي، لاعب مميز بكل معنى الكلمة من أعمدة فريق الرجاء، لاعب مهاري ولاعب يتصدى للكرات الثابتة، يسدد على يمين الحارس مجيد مختار، ويبدأ أن الكرة لمست مجيد مختار. عبد الإله الحفيظ مسجل 3 أهداف في الدوري المغربي لهذا الموسم، وأحسن هداف للرجاء هذا اليوم، يجلس على الدكة بقرار المدرب كارتي روم اللي هو محسن يجور، تقدم لاستضافة كأس العالم ولم يحظى. أعتقد أن كرة القدم ربما تكون أيضا خسرت. الله على الرجاء الذي كاد أن يربح هدف السابق من هذه التسديدة. برافو برافو، أعتقد الذي سددها عبد الإله الحفيظي وماجد مختار في أول اختبار لهذا الحارس. كرة رائعة صلحت وتسديدة مقصية من خارج منطقة الجزاء، هو الحفيظي. ما شاء الله عليك يا عبد الإله، لاعب ممتع، لاعب ممتع، وكرة عالية والرأسية. حرام 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 عليك، حرام. أهدرها سفيان رحيمي أهداء، وهذا لا، مش سفيان، هذا اللاعب المتقدم، هذا اللاعب المتقدم يبدو أنه اللاعب إلياس حداد اللي بادئ أساسي هذا اليوم. مش معقول، فقط لمسة، فقط نفخة على الكرة وتدخل المرمى، والرجاء بدأ يهدر الفرص، بدأ يهدر الفرص. تسديدة الحفيظ التي عطلها حارس المرمى، حولها إلى ركنية فترتد. الحفيظ يحاول داخل منطقة الجزاء، يسقط لاعب الرجاء، لكن تعود الحفيظ يسدد كرة، والحكم يقول تسلل. الحكم يشير إلى وجود تسلل على من؟ التسلل على اللاعب طبعا سفيان رحيمي. عاد المفاعله، وهذه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ترتد فريق طبعا أولمبيك أسفي قافلها تماما، تتحول الكرة، ممكن يسدد الحفيظ، ممكن يسدد. الله، حارس مرمى أكثر من ممتاز، الطريق كانت سالكة للحفيظي، الحفيظي الحفيظي، نعم، مكمن الخطورة الأول بفريق الرجاء. ها هو يقتحم ويسدد، ومش معقول يا مجيد، ما رد الفعل هذا، ما شاء الله، حارس مرمى طويل القامة ويتصدى ويمنع كرة أخرى لفريق الرجاء المغربي. ركلة حرة بتنفيذه عبد الرحيم الشاكر، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، والحارس مجيد مختار على ما يبدو هذا اليوم شكل المباراة يوحي أن هناك أهدافا قادمة لأي طرف، لأصحاب اللون الأخضر أم الأبيض. هذه محاولة، ومحاولة رجوية جديدة تنتهي بتسديدة عن طريق من؟ محمود بن حليب، محمود بن حليب يسدد. مجيد مختار، قدم علمتنا بمن يستغل. هذه محاولة خطيرة 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 لفريق أسفي على جهة اليسار، والعرضية، هذه أول فرصة، هذه أول فرصة تلاح للفريق المحلي، عرضية من اليسار من محمد وتارا، وعبد الحفيظ البركي، عبد الحفيظ البركي ها هو يسبق، يسبق المدافع محمد الدويك ويبعدها، يبعدها طبعا، حارس مرمى يمتلك إمكانيات ممتازة هو الآخر. وهذه كرة عالية خطيرة ورأسية، رأسية تذهب إلى خارج ملعب، يعني لا نقول أنها من الفرص المميزة، حاول فيها اللاعب إيجو ماري جوي، لكن تذهب إلى خارج الملعب. إيجو ماري جوي هذا طبعا لاعب نيجيري، مر الكرة مرتدكي اللي أهدر أحسن فرصة لفريق أسفي هذا اليوم. هذه ترتد وتسديدة، يجرب حظه بتسديدة، لكن سفيان، سفيان رحيمي على ما يبدو فريق الرجاء، والأمور بالفعل تزداد صعوبة. كرة عالية رأسية ترتد خطيرة، يلا كرة، ربما الأمر بحاجة إلى تسديدات من هذا النوع، ربما عبد الرحيم الشاكر لعبها بطريقة صحيحة هذه المرة، خرجت عالية، ولكن بالفعل يعني مثل هذه الكرات أبدا، حتى لا تصطدم بمدافعين أرسلها قوية عالية، ربما تستقر في سقف المرمى، في سقف الشبكة، عالية
لكن المبدأ كان صحيحا من عبد الرحيم الشاكر. عبد الرحيم حرة الآن، ركلة حرة الآن، كرة عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية، سلام، كادت أن تكون الهدف المنتظر، كادت من ليما مابيدي. ليما مابيدي يرتقي هذه المرة ويسددها برأسي. حلوة المحاولة، جيدة المحاولة، ونشاهد هنا طبعا يوسف سفري النجم المغرب القديم اللي كان مساعد طبعا مع كان مساعد مع جريدو والآن مساعد مع كارتيرون، نجم قديم وله تاريخ كبير جدا حقيقة من نجوم الرجاء الذين لا ينسوا. هو الفريق الذي لعب الشوط الأول مدافع بس، زكريا الهلالي لعب الركنية وعادت من جديد، زكريا يعيدها والرأسية ترتد في مكان ممتاز، والتسديد العالي، التسديد العالي، لا 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 لا، الشوط الثاني مختلف، الشوط الثاني مختلف، وسدد هنا محسن العاشير، محسن لاعب الوسط المتقدم، ها ويسدد بقدمه اليسرى، كرة تعلو العارضة، مفروض هذه طبعا لو لعبها لو لعبها بتركيز كان ممكن تكون في الزاوية البعيدة. عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، هجوم ريغوي يهيئها للاعب قادم من الخلف، والتسديد حلوة حلوة حلوة، نعم تسديدة جميلة، نفس اللاعب اللي سدد قبل قليل على ما يبدو، هل هو اللاعب محسن العاشر اللي سدد هذه الكرة؟ ها هي معادة بالخلف، لا لا، اللي سدد هذه المرة يحيى عطية الله، يحيى عطية الله. أولمبيك آسفي تعتبر مباراة الفريقين الأولى هذا الموسم، هذه كرة خطيرة، العرضية وهي لا 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 يا مجيد، أنت رائع مجيد مختار، أنت أكثر من رائع، رائع رائع، لا لا لا، هذا مش حارس عادي، هذا مش حارس عادي أبدا، مجيد مختار في قمة حضوره هذا اليوم، حارس أولمبيك آسفي يمنع هدفا آخر، حارس أولمبيك آسفي يمنع هدفا آخر، يا لترتد لترتد لترتد، حالة انفراد وحالة انفراد، حالة انفراد، وزنيتي أيضا وزنيتي أيضا يرد، زنيتي أيضا يرد ويقول أنا أيضا موجود. ستة مدافعين سبعة حول من تحاول حارس المرمى، هذه كرة عالية من اليمين ورأسية، ياجور كاد أن يفعلها، ياجور كاد أن يفعلها، مش ياجور مش ياجور، هذا محمد شعبان، هذا اللاعب البديل محمد شعبان، رأسية ولكن أيضا مجيد مخادة، هاي الكرة العرضية وفيرست تايم بيلعبها محمد شعبان اللاعب البديل، لكن بين يدي الحارس الموفق والمتألق بل والرائع، والرائع بكل معنى الكلمة، هذا مع وجود جدار دفاعي، ياجور ياجور كرتك يا ياجور، خبرتك مطلوبة يا محسن، محسن ياجور، هل يحقق الهدف المرتقب؟ محسن ياجور يتقدم يلعبها، الفرحة هستيرية ولكنها مستحقة، مش معقول، الكرة وكأنها اصطدمت بأحد اللاعبين وتغيرت سيرها، الله على كرة القدم، كرة القدم عندما تظلم تظلم وعندما تنصف تنصف، والهدف الهدف يتحقق، لكن من هو الذي سجله؟ من هو؟ صدمت بمدافع، لا لمسها لمسها، في لاعب لمسها بالرأس، مين اللي سجل؟ مين اللي سجل؟ اعطيني اسمه اللي سجل، اللي سجل هو من؟ اللي هو محمد شعبان أم من؟ محمد ستاي، خيلوا أعيدت مرة ومرتين واللي لعبها